بس يا عمرو بس يا قبل
بس السلام عليكم. النهارده في حلم كبير قوي معانا، الحلم ده اشتغلنا عليه فتره مش قليله، وهو الدوره الاولى للمهرجان الجامعي. هو حلم مش بس لانه بيتيح فرصه للتلاقي بين صناع الافلام بطلاب الجامعات والمدارس، بل لانه كمان اول مهرجان متخصص في النوع ده من الافلام. افلام الطلاب مقصود بيها كل فيلم سنة وطالب كمشروع تخرج اثناء دراسته في المرحله الجامعيه او ما قبل المرحله الجامعيه، او تكليف لماده من المواد، يعني لو كان بيدرس سلم متخصص. المهرجان هو محاوله لخلق مساحه حره لصناع الافلام من الطلاب لعرض ابداعاتهم واتاحه الفرصه للجميع للتلاقي وتناقل الخبرات. جت لي فكره المهرجان بعد ما قابلني واحد من الخريجين من كليه العلوم السينمائيه والمسرحيه، وكان بيفضفض معايا ان الفرص قليله قوي لعرض افلام مشاريع التخرج، وان المهرجانات السينمائيه في مصر اللي بتسمح بعرض افلام الطلاب مش كتير، وفي مهرجانات كتير فعلا بس المساحه مش كبيره. تمام. وكان بيقول لي ان مشروع التخرج ده هو اخر فيلم بيعمله الطالب بمزاجه وبرؤيته الخاصة بعيدا عن ما يدخل في معمعة السوق والتفاصيل دي كلها، ومتضايق ان فيلم التخرج بتاعه في النهاية هيتفرج عليه هو واصحابه واهله ومهرجان او اتنين في مصر وخارج مصر. فمن هنا جات لي الفكرة ان احنا نعمل مهرجان متخصص فقط في افلام الطلاب، افلام مشاريع التخرج، افلام المواد، تكليفات المواد، حتى الافلام اللي بيعملها الطلبة باجتهادات شخصية في كانوا في المدارس الثانوية أو في الجامعات أو في الكليات اللي هي مش متخصصة. داخل البديل بس المسافر. وقتها فعلا البديل بس بدأت عرضت المشروع على أستاذ دكتور فوز الشامي عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية، وتحمس جدا للفكرة واداني الضوء الأخضر علشان نبدأ نشتغل. طبعا بدأنا نشتغل وكانت مفاجأة غير متوقعة لما أعلنا عن بداية التقديم للأفلام على منصة فيلم فري واي، هي منصة دولية متخصصة في المهرجانات، وعرضنا على صفحة الجامعة الخاصة وصفحة الكلية. فكانت المفاجأة الغير متوقعة إن المهرجان يستقبل في الشهر الأول 155 فيلم من مختلف الجامعات المصرية. المفاجأة غير متوقعة. وبعد كده بدأنا نعمل لجنة مشاهدة علشان نختار الأفلام اللي هتتنافس في المهرجان، وانتهت اللجنة إلى اختيار 24 فيلم هما اللي بيتنافسوا في هذه الدورة من المهرجان ما بين فيلم تسجيلي وفيلم روائي. الأفلام دي هم طلبة من جامعات مختلفة زي المعهد العالي للسينما وكمان جامعات تانية عربية زي جامعة تشرين بسوريا، جامعة بغداد، جامعة هاشمية بالأردن، وجامعة القاهرة، جامعة بني سويف، وكمان مدارس متخصصة في السينما زي المدرسة العربية للتلفزيون والسينما بقيادة الدكتورة من الصفان، مدرسة السينما بالجزويت، وكمان معانا فيلم عمله طالب من مدرسة ثانوية هي مدرسة النصر الثانوية ببورسعيد. العدد ده من الافلام كان لازم يمر مرحله اختبار زي ما قلنا، وبالفعل كملنا لجنه عشان نختار 24 فيلم منهم. اتمنى دايما ان المهرجان ما يكونش في دي دوره، يعني الدوره دي بس اتمنى ان ما يكونش الجهاز تمام ويكون موجود في ميعاده كل سنه، عشان يكون هو ده المساحه اللي طلبت الجامعه، طلبت المدارس. انت بتعملوا ده انت بتاع تصوير؟ طلبت المدارس السفريه. زقني برجلك ليه؟ زقنيش برجلك امال ايه تزقني ده؟ شكرا لحضراتكم جدا. انا بس يعني كلمه الدكتور فوزي الشامي عميد الكليه، وهعدي لحضرتك. دكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة وافقت على عرض الأفلام الطلبة المسيرة قبل الفيلم الطويل. أول حاجة في العرض بتاع سينما الشعب بتاع وزارة الثقافة، وكمان إن شاء الله هتنزله في الأفلام الطويلة اللي في أي سينما عادية، وده خبر الحقيقة
انا بجري وراه بقالي مش عارفه كام سنه يعني. بس دلوقتي احنا افلامنا القصيره بتاعت الطلبه هنعرضها قبل الفيلم الطويل في اي سنه. لا يوجد في الجامعات المصرية جميعها حكومية وأهلية وخاصة هذا التخصص.
محصورة في أكاديمية الأفلام في معهد السينما الحاجات اللي هي تبع وزارة السينما. لكن أن نؤمن أن السينما والمسرح هو علم ويجب أن يكون له دور في الجامعة المصرية هو ده تميز الارتفيشال انتليجنس والتطور في اللوجيستكس أصبح مهم جدا في منظومة العمل السينمائي المسرحي وده اللي احنا هنحاول نستكمله. تعالى بس خشري بس على الطلاب في مراحل التعليم. بالتأكيد لازم نأكد برضو احنا مرناش حاجة في جامعة وإيه اللي أنا مش كده ونفوش حاجة طبنا ساعتين ثلاثة مش لازم نأكد الشكر لبساطة من بارك الكيو فندي هو الدعم الرئيسي أو الراعي الرئيسي لهذا المهرجان اليوم بساطة نشكر بارك الكيو فندي اللي هو في بيننا وبين انا مش في المجال ده انا راجل مهندس شايف لكن افكارهم رؤيتهم ابداعاتهم تفيدنا جدا هو زي الخدمه يعني العمل والدراسه داخل هذه احنا مؤمنين هو شايف كده بعيدا عن المهندس او مش مهندس رساله وان الفن هيخليك تفكر تتامل تتعلم تتاثر ويا ريت ده كله السلام عليكم السلام عليكم انا لما بحس ان انا متضايق بفتح التليفون ده انا لسه جديد الراجل تريح لسه عشان كده مش انت عارف انت عامل زي ايه شفت الليلة في العتاولة كانت بتقف وعيالها وراها تروح تشيل العتاولة اكل شنطتك فين ربنا عليها اللي احنا بنقول شعب كفينا ابدا تميزنا وبقينا الفن ان شاء الله يعكسه في رساله هو لك على حته تقعد فيها اخيرا بشكر بشكر الساده ضيوف الاعزاء الكرام ان شاء الله اعتبريها جودس ما تبصش ما تبصش بس يعني اقعد مش قاعده مش كان جمع هو إنه كان فنان استثنائي وشخص كان إنسان استثنائي
وساب اثر كبير جدا في تاريخ الدراما وتاريخ الفن في مصر رغم اللي حصل له، وده مش كتير اتعرض له في مصر. الفني حصل له فترتين توقف طوال حياته، فتره في الحياه غاب فيها عندنا عبد الدواب، وفتره في بدايات صعوده على الشباب لاسباب مختلفه ممكن يكون شرحها، ولكن رغم كده هو كان شخص كاريزمي جدا. الالوز دخل كل اللي اتعامل معاه في الوسط كفنان او كانسان، عارف كويس الاصل اللي بيحصل صلاح السعداني، شخص ذو ثقافه ومدرك جدا لقضايا المجتمع وفي مصر عندنا، وبعيدا عن ده كله كان مدرك كمان حجم الصناعه او تقنيات الصناعه نفسها، وده كان باين في كل شغله. فطبعا الله يرحمه وعايز يعني باسمي واسمه كله واجيب لي اسمه تحيه كبيره جدا. خليك هنا، خليك هنا، لا خليهم يبصوا لك عادي. To shape the history of cinema in Egypt. فاش تقف في النص، اقف على الجنب هنا وهنا. He has his own distinguished school characterized by an intense expressive realism. Each of the scenes he designed is a story of its own. He is the creator of Kit Kat Alley, Mummy Temples, Naga El Balah Village, the beauty's Hamlet in the countryside, and receiver of seaside messages. واحد اهم المشاركين في كتابه تاريخ السينما في مصر، استاذ فريد من نوعه، صاحب مدرسه متفرده اتسمت اعماله بالواقعيه الشديده القادره على التعبير، يصب الناظر حكاءة ذات شخصيه مستقله، صاحب حاره الكيت كات ومعابد البومياء ونجع علق البلح وعزبه النائب الارياف ومستلم رسائل البحر، مهندس الديكور دوشه مفيش صور كنسي يا روسي. The artist of imagery. يا عم انت خليك معايا كارتو رولز.
the most significant footprint in the history of cinematography, being the first Egyptian cinematographer to professionally shoot underwater, capturing cinematic masterpieces through his lens, such as The Sunstroke, The Bus Driver, The Apprentice, Execution of a Dead Man, Hell Underwater, Devil's Island, Goodbye My Friend, The Innocent, Love on the Pyramid Plateau. حتى كروز حتى بعيد حتى بعيد الله يا غباشة يا عالم رسام الضوء صاحب أهم وسطة في تاريخ التصوير الصناعي كان أول مدير التصوير المصري يحترف التصوير على الحداد ليرسم لنا بعدساته التحف السينمائية ضرب الشمس سواق الفريس الحريف إعلام ميت جحيم تحت الماء جزيرة الشيطان سلام يا صاحبي الفريق والحب في الهضبة المرة مدير التصوير الكبير سعيد شيك ده اللي انت صورته بس
الطلبة. الطلبة النهاردة بيغيروا العالم، احنا شايفين كلنا عملوا ايه، غيروا امريكا ابتدت تغير كلامها، المانيا يبقى عندها موقف مختلف، كل ده الطلبة. اهمية ان تكون طالبا، احلم، هيص، انبسط وانت بتشتغل. وانت بتعمل مشروعك خليك حر، احلم، دي فرصه مش هتتكرر، والله ما هتتكرر. وبقول لكم ايه، الفن مش رساله، شكرا، الفن متعه. كما شارك شباب المخرجين وقام ببطولة الفيلم الروائي القصير اختيار مريم، انه النجم محمد الدور. فيلم اختيار مريم هو فيلم طويل وعملناه
في ظروف صعبة جدا، بس النتيجة كانت هائلة جدا. كانت تجربة فيلم وكده، تجربة فيلم مستقل. المؤلف في المخرج كان هو اللي بيخرجه على حسابه ولا بينتجه على حسابه، كان بيشتغل ويحاول شوية فلوس ويعمل يوم تصوير. اختيار مريم خد 3 جوائز مهرجان اسكندرية، هو خد جائزة أحسن مخرج وجائزة أحسن ممثل وجائزة أحسن مؤلف. اسمه محمود يحيى، وإن شاء الله احنا في انتظار أعماله القادمة لأنه مخرج وسيناريست عظيم. أحسن ممثل ورشا سامي. بس هي عايزه يعني كل واحد يبقى مؤمن بنفسه وعارف انه يقدر يعمل عمل عظيم مش مهم الامكانيات. وعايز اقول لك كمان ان في نظريه في الفن كده، كل ما هو جديد يقابل من الاكرام ثم القبول ثم التبديل. فانا ارجو ان احمد فؤاد ابو حمد اينشتاين بتختاروا لي طيارات السينما زي عاطف طيب زي خير بشار زي محمد خان. ما في منهم الاسماء اللي كلنا بنحبها. The challenge is an expert. Are we not?
the documentary Sleepless Nights for Hotel Adam Alan Caruso War, Valdez Thief, as well as many other wonderful dramatic works. His latest works include the epic El Hashashin and the Hotel. جاي عشان تقول لكم حكمة السينما. الكلام اللي اتقال ده هو بالظبط الكلام اللي احنا حاسين بيه واحنا قاعدين تحت. الحمد لله قدر الله. انتوا احسن مرحلة بتمروا فيها هي اللي انتوا فيها. رد عليها والله. صعوبات تتخيل ان هي موجودة بس احنا جايين لكم من بعد كده. دي احسن مرحلة في حياتنا كلها. سعيد ان انا بتكرم من مؤسسة تعليمية وسعيد ان واحد من اللي بيصوروني ورا هو ابني اللي اتخرج من الكلية. Thank you.
لا 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 هزوا الترابيزه يا جدعان. يا عم ما بهرجش يا عمرو. عادة 200 يا عمرو. 200 بقول لك ايه شوف بقى مش كويس. ايوه طب ما انت ساند على الترابيزه يا ادهم. انا عد لحد كام ونسيت. اه عيب. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقى نص اعمل لك ايه؟ والله هسيب عليكم ما هناك. انا معاده جارد اهي، انت يا ست شوفي لك فيها الصبح. هنطلع نقعد انا وهو هنا. Thank you.
ايوه.